الجزء الثاني من جودي تو. فرحان برشا نستقبل بحذايا كوثر الباردي، مرحبا. جلال الدين السعدي، مرحبا. يا سيدي الاخطاء سعيد، فرحانين برشا انكم بحذانا وفرحانين العمل نتاعكم زادة. يعيشك بارك الله. يا سيدي الاخطاء سعيد ان شاء الله، واخوك ميقال وفرحان على الاخر. والله فرحان. زياد شيخ، شيخ شيخ، ربي يطول. ليش قاعدة ومتذكرين اخويا؟ شفت؟ يا عمر يا عمر، فرحة العمر هكا. فرحة عمر. بلي قد عمرك فرحة عمر؟ فرحة عمر عام 2000. عام 2000 دونك هو يظهر لي. هو وقتها مازال ماهوش معاك. ديما يحكي على عمر، تقول قنوش ومازال زغدونو. توا ثبت لي من قبيله موفي وتوا قنوش. ياسر صغير. هو عزلوك. صغير. هو الاولاد اسمعني، هو بيناتنا ملا جو. على خير. ملا جو اسم العمل الجديد دونك نتاعهم هما. دونك عمل ان شاء الله ربي نتمناو له النجاح والتوفيق. ان شاء الله نحكيو عليه بعد شويه. ما قبل الساعه كالعاده يا جماعه في الجزء الثاني نستقبلوا معنا المتالق محسن عريفه. حلمك تكون منشط اذاعي والا تلفزي وتعمل فورماسيون بين المونتاج ميكساج والغرافيك والعديد من اختصاصات الملتيميديا مع افضل الاساتذه في الميدان؟ علاش لا؟ مع سنتر مارينا اول مركز متخصص. لمزيد المعلومات اتصلوا بنا على الارقام التاليه. مركز مارينا للتكوين والتطوير الاعلامي، شارع الاستقلال عدد 47 باردو تونس، والا الطريق السياحيه شط مريم سوسة. محسن هاي انا وليت نمن بيه راهو. بيان سي طبعا تقولوا عليه ما تقولش على طبعا. بالله هذاك هذا الشرك. انا من منبري هنا باش نقدم تحيه كبيره كبيره لامنا العربيه اللي قدمت لي تحيه اليوم في موزايك وقالت محسن ولدي ردوا بالكم عليه واستحفظوا عليه خاصة كما قالوا. لا ما قالتش ولدي، قالت محسن ولدي. مالك امي انا بعيش. تحيه لمحسن هيفا. اي وانت قلت لازم ما تسمعش كلامه. ما قلتش شكون عربيه؟ عربيه ام امي. جا هي من الحاجات اللي محل نقاش في العائله نحن. مش مشكل والله انا سمعتها حكيت راديو عائلتهم وميتهم اي هكا في الاذاعات بالمعارف صفا. باه والله باه. اش خصك النهار تجيب لنا حد من العائله يجيب حدنا انت؟ نجيب على راسنا والله بالعكس يكون شرف كبير. ما نحبوش نتعداو في التلفزه على غير حتى نوليو نعدي. انا طلعت نحب نتعدى. يا ليلى بالعكس. برج شنو انت بايس؟ الاسد. الاسد عندك اسد اليوم؟ ماله عندنا اسد. باه خلينا نشوفوا الابراج اللي حكينا عليهم. محسن عيفة اليوم ولا عنا اسد على الاخر. عنا اسد. ايه ايه اسد. برج الميزان. اي الميزان شوفوا فيه الاسد. ما فهمناش نايمة ما كيف قال عاد موس الاسبوع اللي فات حكيت الجمعة. هنيني على مستقبلي. باهي برج الميزان. اي محسن الميزان. الميزان هي برج البسكولة كما حكينا فيه. والميزان شكون عند الميزان اليوم؟ ايه انا اختي. اختك الميزان. الميزان. ميزان زاد جلال. انا عندي صاحبي. لا الميزان الاسبوع هذا نقول له رد بالك ياسر، تحسك مخنوق فاد على حسب البلوره اللي قاعد نشوف فيها المده هذه. الميزان قاعد منهار يخمم ليل ونهار، لكن الميزان هو انسان معتدل طيب رجولي، ما يحبش النقاش برشا، ديما حد حد روحتي روحته، وديما ساعات تلقاه باهي ساعات تلقاه ديما نرفوزي. صاحب الميزان ونقول لك ديما نقول لك الزهو والترب لا تبيعوا لا بالشقاء لا بالتعب. شوف برج الحمل. الحمل. الحمل هو برج شنو الحمل لهنا؟ لا بيان سور فما حتى واحد حمل. حمل الوديعة مش لنا. الحمل هو برج ناري. ناري وي. وبرج ناري هو طيب خاصة مع اللي تو دخلنا في برج هو قبل كل شيء نقدم كل نقول كل عام وانتم بخير. البرج الميزان راس العام هذيك تقولها مش لا برج الميزان حتى تو هذا برج الميزان عيد ميلادتهم تو عيد ميلادتهم كل عام بخير خاطر نسيتني. لكن برج الحمل هو برج ناري وكوكب المشتري. خرجنا من برج الكوكب الناري تو دخلنا بكوكب المشتري. من احسن الابراج اثناء الميزان وبرج الناري هم قاعدين يقدموا اكثر حاجه. برج الحمل قاعد منهار على اعصابه يخمم ويقول له رد بالك من الشيكات من الكنابل من السيم والجيم. حاول حاول اقرب لعائلتك يبعد على تصحاحها. ما وردش روحه ما وردش روحه يمشي قد قد، لكن خاصة يقرب لعائلته
ياسر بعيد، جاتك فرصه تو باش تقرب لعائلتك اكثر من اللازم. باه تعدي البرج اللي بعده، برج الجدي. برج الجدي. الجدي انا وميغالو. زوز جدي. جدي هما من الناس الباهين، لكن عندهم الثرثره برشا، ويقولوا كلام على قد هكاك قد النية نتاعهم، لكن ساعات قام هكا باهين وساعات قام ديما نرفوزين. لكن صاحب الجدي عنده مبدا وعنده ثقه ما يترجعش، خاصه ميغالو ديما يفرفط، محبوب عنده كبير وصغير، يحبوه كبار وصغار. لكن عنده يحبوه كبار وصغار. برج واش انت وعدك يا طلعت؟ هاو يحبوني كبار وصغار. انت جدي؟ هاو يحبوه كبار وصغار. لا يحبوا يموتوا على الكبار هذاك. محسن الله غالب محسن. امك ما تحبهاش؟ ما جاوبتش نقتلك تربيتي. اي صح. باه خاصه البرج اللي بعد غاية. برج الحوت. الحوت. شكون حوت لهنا؟ بالرسمي والله انا حوت. البنوته تاعك ربي يفضلها لك. انا شاهد وانت برج الحوت. ومين برج الحوت؟ نزلي الحوت بدا يشرق عليه الكوكب. كان في كوكب ظلم تظلم وتعب، قاعد كي الشمس يذوي على الناس وحتى حد ما يذوي عليه. بدا تو يرى في وجه الذو. قلت لك من هنا ساعد اواخر عام باش تشرق عليه الشمس، باش يجيه النوار وتجيه الفرحه لداره. ان شاء الله. ان شاء الله. اصبر يا صاحب الحوت، راك انت في دال الابراج الكل، تتحمل الدرك وتتحمل القوه، عندك السيم والقال والقيل في جرتك، لكن ابعد عليهم، سكر وذنيك تنجح. باه شو نوريك فيديو محسن عيط. الفيديو كنت قلتها معنا لهنا، ومن بعد خليكم الكومنتير مش ليك انت، ليكم انتم اللي تفرجوا فينا واللي حاضرين معنا لهنا في الباتو. شوفوا الفيديو مع بعضنا نرجعوا تو تسيت. اوكي. في الرياضة رابطة الأبطال السنة تحكينا في البلاتو هذا في 2019، قلنا راهي الكاس ماشي للساحل، وذوري تذكر أخوينا أمين إيش قلت؟ قلت لك راهي الكاس ماشي للساحل. هذا راهو من عام نيمو لا؟ هذا السيزون أول السيزون اللي فاتت قال كوب راهي في الساحل، وفيكتيفمون هزتها الاتحاد الرياضي المنستيري. داير التصفيق للاتحاد الرياضي المنستيري، ألف مبروك للمنستير، أول كأس في تاريخه، كأس الحبيب بورقيبة، ومفات مشات للاتحاد الرياضي المنستيري، سي سامبوليك اللي أول كأس في تاريخ. تفضل سي زياد. والله ما عندي حتى رأي، الرأي الوحيد يقول لك كذب المنجمون ولو صدقوا، هذه ديما حطوها قاعدة كذبة مش كذبة. أبري تو الدقازات والعرافات تستخطف، أنا ما نأمنش بهم لا باللورة لا ضربين خفيف لا شيء. أبري تو أقسم بالله ورحمة بابا ورحمة بابا ورحمة بابا من العزام العزام. أمش نقول لك عليه. اسمع أول كي يجي محسن العيفة ويجي بكري ويجيب يقول له يا محسن برسمك عليك الحكاية إيش باش يصير لي فيها؟ صحيح صحيح. فلان أما جا كل شيء غلط ما عادش نأمن به. كيفاش هو قال لك الكاس في الساحل؟ لا لا خليني نجاوب عليه. لا لا بعد تجاوبهم تجاوبهم. سمعته بوجهك بوجهك يلحلح به. باهي جلال عندك حاجة. بلورتك تحكي عليك. عندك حاجة. أنا اسكات خير. اي هكا ما نخليك بحذاك. انا ما كنتش ولا يتوجي نامل بالمنجمين ملي ريتو هو باش حكى فريمون تاع كيس في الشعيب شنو اللي نتبعك برشا ما تنقرك برجك انت. انا يكفي طلته الباهية وضحكته وتبعث فيك الطمأنينة دونك تسمع. الله ربي يخليك. هاي باهي شو رايك؟ شو رايك في الفيديو؟ أنا ما كنتش نعرفه قبل، كنت راه ديما ينبر عليا في برنامجكم وبيا صليطة اللسان وأدرى شنو شنو في بالي. نعرف 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 شكون يحرش فيها عليا كل من زيد. إي أما تو كي عرفت وحبيتك يا بنتي. حبت الصنعة بتاعك يا عيبة. خليك ليا. نسبح بها في شارع اسمع. نحب نشكره انا هكا في الحصه اعطاني شركه فيها الحظ نتاعي. وش بست هذيك؟ ليه علاش بها؟ عليها طلام اعطاني شركه ليا ولبنتي دونك ميرسي. زوز هاني لك على ربي تعاونك. امينه ان شاء الله. بصراحه كاس في الساحل، أمينة بنت الساحل، أتوجه للجمهور الاتحاد الرياضي المنستير. إن شاء الله مبروك، كما قلت أنت الكأس الزعيم الحبيب بورقيبة خذوه في المنستير، هذا سي تخي سامبوليك، إن شاء الله مبروك ومن النجاح النجاح الأكثر. كلمة المحسن عيفة خلي تخلي كلمة. محسن
حسن ليه عنده شعبية كبيرة راهو بالحق. أنا ما كنتش نأمن بيك الحقيقة، ما كنتش يعمل معنا الحقيقة. قومتنا كلها تصاور ولا هو الناس الكل تأمن بيك الحق. قالتها برشا مرات ريونيت راهو اسمك تجبد والله. هذا هو تعمل شنية عاد في الحصة نتاعنا عرافين وضربين الخفيف وكل والله للتاريخ. وأنت قاعد يصدق ما تصدقش. بكلمك حاجة خويا أنا نقول لك أنت تعرف شكون يدير قبل كل شيء. قبل كل شيء ما تعرفش يمين شنو معناها ضربين خفيف. كانت تقول له تعرف لا هذوك اللي يعرفوا هذوك اللي يعرفوا حرام عليك هذوك اللي يعرفوا الخفيف يا زياد سمعت الفخور. أي زياد هذيك تعرف الفار وكيفاش تحط عندها مالا كيفاش قاعدة في البلاتو ما شفتهاش مرة في البلاتو وقت تدور بزرزومية. أنت عامل لي شنقعد معاك. أي خلي خلي كمل محسن باش نكمل لكم محسن. الحاجة الأخرى فما شخصيات خليهم للجمعة الجاية من غير ما نقول لهم عليهم. وتعرفش كيفاه من تو صابر الربيعي أمينة ثاخت وبلطي شوفوهم الجمعة الجاية مقبل. شكون يحب يعرف الحنينات شنو هي أمورها الفلوس؟ كلنا حتى أنتم اللي تفرجوا ماذا بيكم تحبوا تعرفوا الحنينات الاقتصاد الفلوس شنو هي أحواله باش يكون في شهر أكتوبر اللي باش يبدأ قريبا. كي باش مرة شفنا البلورة وثبتنا وقلنا في شهر أكتوبر مش تتغير الأحوال تخرج النمالة خرجت النمالة والحمد لله وربي أعطانا الغيث النافع وأعطانا المطر. شنو أخرجت النمالة؟ لو كل إنسان كيفاش نجم يحكي قلنا النمالة كثرت في السيف برشا. أي والسيف كي كثر النمالة في السيف هو هي الرزق. ثم ناس تحسب حسابات نحسب الكواكب ونحسب الأبراج وطبيعة الخير. خلي النجم يقول كما زياد دجال مش عارف لكن أنا نغلبه بالسكات. ليش هي مالا طبيبة؟ يا أخوي مالا طبيبة تضرب في الأخبار شنية تشي طبيبة ولا جراح ولا حاجة. لا 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 شنية مالا أسمع لزياد لا لا سامحني خليه خليه خلي بربي شنية أنا نضرب الخفيف ونضرب كل شيء وانت الاسبوع هذا انا مش يجيك حويجه مش تلقى روحك ما تسترك في حالك. حتى لو رد بالك يا ربي اسمع يا ربي زيد بلي خلي خلي يكمل فكرته الاولاد خلي الامور تعبتها تعرف فلوسها تحب تسمع تعرف فلوسها شنو امورنا اعطينا بس قول لنا اخويا محسن الاسبوع هذا صحيح ثم بعض ضيق لكن الاسبوع الثاني ثم الامور بدات تتنفس شوي بدات الامور تتحرك بدات الامور قاعده تتنعوش لكن ردوا بالنا من الفتره هذه نحاولوا نلتزموا كما قالوا الحجر الصحي والحجر ونلتزموا بالطب نتاعنا رانا الفتره هذه اسبوع خايب وبعدين تتحسن الامور الحمد لله الحمد لله. حب تصفيقه كبيره برشا على محسن ايفا محسن محسن حاب ذكر السادة المشاهدين على ذمتكم مازالوا ثلاثة أسابيع باش نجموا تربحوا سيارة ممتازة دونت فانج اس 50 حاجة تطير تيران دونت فانج اس 50. نحكي لكم شوية على الموتوريزاسيون اللي موجودة فيها. الموتور نتاعها هو 1.5 لتر بقوة 120 شفودين 6 زوايل يستهلك كان 7% فقط. الكهرباء هذيا طولها 4.70 متر العرض نتاعها 1.80 متر دونك بالرسمي كريهبة طويلة على الاخر مزيانة معناتها من الداخل تبدا متكي واللي وراك متكي زوز نجمو تكيو كريمون مش فادلك راه ما عرفش كون جا فيها اليوم انا مجربين بالرسمي كهرباء والاوبسيونات امين اقوى حاجة الاوبسيونات تحبوا تعرفوا الاوبسيونات نحكي لكم عليهم بعد شوية ليزوبسيون اللي موجودين فيها بقابل اس ام اس على 85 810 تو سويت سيف في رد بالك رد بالك ليلة عرسك رد بالك رد بالك تجيب فنان عنده برشا عرابل للير يما للير يا للير يما للير يا ماشي يا ليش شطع الكريتة والفرح واتانا إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما فرحانين صباح الخير رد بالك تجيب فنان عتبة أو لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد فجدي رد بالك تجيب فنان اغنياته طويل الليل وسماء ونجومه قمره قمره سهره وانت وانا رجعونا عنك لأيام اللي راحوا علمونا ندم
ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعن يا معلم. قدم لك بنتي. اسمها ايه؟ احنا دار فاكر سميناها لسه. لسه فاكر قلبي بيدي لك امان. رد بالك تجيب فنان مدبر. كيف قدرت تقسي علي وتقولي لي ما عاد في اخر كلمه بقول لك ايش وبيشبهك تشري. شوفي يا حبيبي مش كاينه فيها شوية نكد لغنيتها. أنا مودي شوي داون مشان اللي صاير بلبنان عبالك بالانفجار. إيه أنا شتعمل لك معلم زيتنا شوية هكا. أسمعني انسى الانفجار انسى الانفجار. سوري شباب سوري. ونتوي الصفحة. أوكي بدك نتوي صفحة. أي أوكي عندك. أوكي يلا نتوي صفحة شباب يلا. صفحة وطويتة من عمري ورميتة. معلم عم غني معلم. حبيبي عم غني. وهذا عم عرسي انا ركز معي اسمعني. انت من لبنان ولا ايه؟ انا من بعلبك. انا من بعلبك من لبنان. عطشان تحب تشرب؟ انا من بعلبك شباب مشرفين. لبناني ولا ايه؟ انا لبناني. ما عندكم دبكه ولا ايه؟ دبكه. بدك دبكه؟ دبكه. اوكي يلا شباب دبكه يلا. دبكه الطيور. رد بالك تجيب فنان تركي. سنين كدر جمت مكرم سنين كدر طلعت ترن سنين كضايع سنين كضايع. اسكيز مي كان اي تيك ا بيكتشر وذ يو. ايه طبعا حبيبي فيك تاخد صوره. تحكي بالعربي؟ رد بالك تجيب صحة. alors on va faire un simple tour de magie avec madame comment tu t'appelles؟ madame Monet. تفضل بحذية madame Monet. donc كيما تشوف هذا le cap تاعي y a rien dedans un simple cap voilà empty y a rien tu vois donc madame Monet hola voilà merci beaucoup merci ما تخافش monsieur t'inquiète pas Au bal Kajahek tout de suite. Alors. 1, 2, 3, simsalabim. Il dit où est le numéro? Mon ami. Lahza barak, monsieur. Ya Rabbi Hanni, Ya Rabbi Hanni. Ya Raja, Ya Rahmul Tikai. Oui. Rut belik, jib shi'an. شكرا شكرا يوم الوطية واديني يا بيبي جيت بيتكو وبالعربية وجبت لك يا ست مهرك عشان ما تشمتيش فيا وجبت الفيلا امه بسين وتخت عليه مخدتين واحدة ليكي وواحدة ليا وحطيت في دولابك هدية عشان ما تشمتيش فيا شكرا شكرا دي الوطية بالنسبة لك وليا اما بالنسبه لاهلك فليا وصيه سيبقى حسابي الجاري يعاديكم يقاضيكم اتجمعنا يد الماذون ويفرقنا كلام امك يا عروسه اتجمعنا يد الماذون ويفرقنا كلام امك انت طالق يا روح امك شكرا شكرا رد بالك تجيب فنان مازال يلوج في فرصته. اسمي محمد اسكندر من تونس عمري 19 سنة. صحيح العديد من الأصدقاء ومن العائلة يقولوا لي أنا يعني زي ما بنقولوا بالتونسي يعني جنبة يعني نظر أكبر من عمري شوي. أنا جيت الليلة وإن شاء الله باش نكون أنا ذا فويس. كبرت في عائلة فنية، الوالد كان عازف بفرقة الإذاعة والتلفزة، الوالدة كانت مطربة، يعني منذ صغرنا نلقى روحي في جو متاع فن ومتاع موسيقى ومتاع عزف، كبرت نسمع فيهم كلثوم، عبد الوهاب، نجاة الصغيرة، نوال، يعني كل المطربين، كنت واحد من تلاميذ الفنان الكبير زياد غرسة، ويعني المرحوم هادي جويني كان صديق الوالد وديما يجي، منذ صغر يعني منذ صغر نحس في روحي فنان. حتى على سبيل الدعابة يعني البيبيات كي يتولدوا أول كلمة يقولها ماما ولا بابا يعني أنا أول حاجة كنت لفظتها هي موال يعني شو حوالك؟ صح لبيس؟ كأم بنت أكيد لبسك عالي بقالي ليالي بنادي حبيبي ما جالي لا ريح رد
قبالك تجيب رابور. شوية الكريت شوية زيت الزينة زيت مازال تشينا دخل عسالي تعاش دخل وكما أخوه صغير دخل تعاش عن رموم بعض رأس تحب عتي والسالي لحظة نيجي تستنى قبلوا في خدمة ليلة عرسو يحب يتهنى بحت ليثك باش وعجل المرتو ليت الحنة جيب زيت غرسة غنى لليلي يمنى مرتو هبت التصويرة خذ بيدي إلى الجنة مسكين في بالو تهنى وهو عيمشي حنة أمو واللي تخذ بنا كانت ريكشة جيتها كنا كانت رايدة جيتها كنا كانت شيخة جيتها كنا كعب ردة يوم محنة 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 رد بال تحية كبيرة برشا لسيف عمران ملك بالحاج باندا يعطيهم الصحة ثلاثة صحة وتصفيقة أكبر من هكا راجعين بعد الإشهار.